جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: كم هي المسافة التي يصبح الرجل فيها مسافرا وحينئذ يقصر الصلاة، وكم هي الأيام التي يقصر فيها الصلاة وهو يقيم بعض الأيام في مدينة واحدة مثلا؟ أما المسافة قد اختلف العلماء في مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة، والأقرب والله أعلم أنها مسيرة يومين للراحلة، مسيرة يومين للراحلة بدبيب الأقدام وسير الأثقال كما يقول الفقهاء، ومقدارها بالكيلو المعروف الآن 80 كيلو تقريبا، هذا مقدار المسافة التي تعتبر مسافة قصر. وأما إذا أقام المسافر في أثناء سفره ناويا للإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يجب عليه إتمام الصلاة، لأنه انقطعت في حقه أحكام السفر. أما إذا كان نوى إقامة 4 أيام فأقل فإنه يستمر في القصر لأنها لم تنقطع في حقه أحكام السفر. وكذلك إذا أقام إقامة لا يدري متى تنتهي لم يحددها فإنه أيضا لا تنقطع في حقه أحكام السفر، بل يواصل القصر إذا صلى مع وحده أو مع جماعة المسافرين. أما إذا صلى مع الإمام الذي يتم الصلاة فإنه يلزمه الإتمام على كل حال.